تتطور اكتر فين؟ مجرد تفكير يعني. دلوقتي مع الاتحاد. غير لا، ولو مش مع الاتحاد ممكن في المنتخب ان شاء الله. ايوه انا فاهم. لا مع الاهلي ولا الزمالك اكثر تطورا بالنسبه لك؟ في الاثنين لو فكرت، ممكن في الاثنين. انت في الاهلي هتستفاد وفي الزمالك هتستفاد، مفيش لاعب بيخسر بعد الاهلي والزمالك. انت ليك انتماءات شخصيه؟ طبعا مع الاتحاد بقى، النادي اللي انا بلعب فيه، واكيد ببقى عايز الاتحاد يكسب طول الوقت. والاهلي او الزمالك بتميل لحد منهم؟ لا انا في الاتحاد بس. يعني هو انت بتفكر في النادي اللي انت بتلعب فيه بس؟ لا يعني مش بتفكر. انت كنت بتشجع ايه قبل ما تروح الاتحاد؟ كنت بشجع، انا كنت في الزمالك فكنت بشجع الزمالك، وانا في المصري فانتمائي مع المصري، وانا في المقصه ببقى عايز المقصه هو اللي يكسب طول الوقت. لكن انت راجل محترف يعني، انت دلوقتي من الاتحاد، يوم ما يتعرض عليك اهلي وزمالك مالهاش علاقه ان انت كان بقالك 15 سنه في الزمالك. لا ما بتحسبش كده. لا الملفين محطوطين بالظبط. اتبسطت السنين عمرك اللي في الزمالك قضيتها؟ طبعا طبعا. ليه ما كملتش؟ لان انا قعدت مع الفريق الاول اكتر من 5 سنين أو 6 سنين تقريبا بتمرن بس بدون مشارك. فدي كانت مشكله يعني، الوقت كان عمال يعدي وانا ما كنتش بلعب، فخلاص يعني كنت خمس سنين محتاج. من وانت عندك كام سنه مع الفريق الاول؟ من ايام ما كابتن حسام ميدو كان اول حد طلعني. بس فكنت محتاج اكتر ان انا العب. كان بيكلمني النهارده عليك، كان معايا وكان بيقول لي. انا كنت معاه من يومين فهو كان اكتر حد يعني كان عايز نلعب وقتها، وفي الاخر هو كان قعد فتره صغيره ومشي.